إن من أبرز الآليات التي توسلت بها الحداثة في إقامة مشروعها الدنيوي آلية تفريق الجموع، أو قل آلية فصل المتصل. ولما كان الدين يتصل بمختلف مجالات الحياة، وكان اتصاله بها يتخذ أشكالاً وأقداراً متفاوتة، فقد انبرت الحداثة لهذه الأشكال المختلفة من الاتصال لتعطل قانون الدين في هذه المجالات الحيوية، حتى تستقل تلك المجالات بنفسها تدبيراً وتقديراً. إثارة الجدل إحدى أقدم مهمات الفيلسوف على مدار التاريخ. بعضهم أتقنها وخلق كيانات موازية كثيرة لكل ما هو مألوف، وبعضهم اكتفى بتوضيح الواضح وتعريف ما هو معروف. طه عبد الرحمن أحد أهم فلاسفة العرب والمسلمين في العصر الحديث، وأكثرهم إثارة للجدل والتساؤلات. صنع من خلال مصطلحاته الخاصة وتاريخه كمتصوف، بالإضافة إلى أفكاره ذات الجذور الروحية الإسلامية، طريقاً لم يسبقه إليه أحد في التأصيل لفلسفة الأخلاق. وكان كتابه بؤس الدهرانية من أهم الكتب التي حملت سمات فلسفته حول الأخلاق وأصلها. الكاتب والفيلسوف طه عبد الرحمن هو من المفكرين المغاربة المعاصرين، وهو يخلق ضجة دائما كلما يصدر إنتاجا جديدا. اختار لنفسه نهجا خاصا بنقد الحداثة وبنقد التقليد لدى المثقفين، وهو يريد فعلا أن ينتج شيئا جديدا وفق خطابه هو ومعتقده، من أجل أن يدخل دورا جديدا للإسلام في الحداثة اليوم، ويمكن اختصاره بالحداثة الروحانية، يعني إطفاء طابع من الروحانية على الحداثة. ما يحسب له؟ وهذه مسألة لا يمكن أن نختلف معه فيها كثيرا، وهو غياب هذا القدر الكافي من الإبداع في الثقافة العربية الإسلامية. ولكن ما يؤخذ عليه كأي فيلسوف آخر هو هذا التشرنق على الذات، هذا التشرنق على الثقافة العربية الإسلامية، هذا النقد غير المبرر في بعض الأحيان لمكتسبات الثقافة الحديثة، وهذا التوظيف الكبير جدا لمكتسبات الفلسفة المعاصرة في صيغتها الما بعد حداثية لتقويض مقتضيات العقل والعقلانية. الكتاب يتكلم عن نوع دقيق جدا من أنواع ما يسمى بالعلمانية، وهو فصل الأخلاق عن الدين. فهو فضل أن يسمي هذا النوع، سماه دهرانية في مقابل دنيانية التي هي فصل الدين عن السياسة، أو فصل السياسة عن الدين. فهذه النقطة الجزئية أراد طه عبد الرحمن أن يبين عورها ومأزقها، سواء من خلال أسها الفلسفي أو من خلال مقاصدها وخصائصها. الأفكار الفلسفية أفكار بشرية نسبية. عندما نشتغل أو نطلق باب تأصيل الدين لهذه الأفكار، سوف نتورط في تقديس تلك الأفكار الفلسفية، وهنا خطورة. نظريا ما في مشكلة إذا بقي الأمة في مجال الطرف الفكري والأكاديمية والندوات وغيره، ولكن المشكلة في التطبيق. إذا كانت فكرة فلسفية على أرض الواقع تبقى نسبية لأنها بشرية، والناس تشتغل أو نفتح باب تقديس تلك الفكرة عبر بوابة التأصيل الديني، فإن في التطبيق سوف نقدس التطبيق بما الذي قد يكون معادي للإنسان حتى. وهذه مشكلة ما يصطلح به التأصيلات الشرعية أو التأصيل الديني. يبتدئ طه عبد الرحمن كتابه بالتعريف بالدهرانية، حيث يتضح من أولى صفحات الكتاب
أن كاتبه قد وجه أسنة النقد تجاه الفلسفة التي تدعو لفصل الأخلاق عن الأديان، معتبراً تلك المحاولات من شقيقات العلمانية التي أفرزتها الفلسفة الحديثة، وجعلت من الأخلاق نسبية ترتبط بالزمان ومحدداته، بعكس ما هي في الأديان التي تعاملت مع الأخلاق على أنها أحكام أو مفاهيم مطلقة. واستخدم في نقده ما أسماه النظرة الائتمانية، وهي بمثابة معيار استقاه من النصوص المؤسسة للتراث الإسلامي على حد تعبيره. ارتأينا أن نخص هذه الصورة البارزة من الدنيانية باسم متميز، ونقترح أن يكون هذا الاسم هو الدهرانية، إشعاراً بأن فصل الأخلاق عن الدين ينزع عن الأخلاق لباسها الروحي ويكسوها لباساً زمنياً، وبهذا تكون الدهرانية أختاً للعلمانية كما هي أخت للعلمانية، إذ كلها بنات للدنيانية. كما اخترنا لمنهج النقد الذي اتبعناه في مقاربة الدهرانية هاهنا اسم النقد الائتماني، بناءً على هذه المبادئ العقلية الثلاثة: مبدأ الشهادة، ومبدأ الأمانة، ومبدأ التزكية. في بؤس الدهرانية هو الأستاذ عبد الرحمن ينطلق من منطلق أن الحداثة الغربية على الخصوص تقوم على التمييز وعلى الفصل بين مجموعة من المستويات، الفصل بين الدين والسياسة كما ورد في كتابه روح الدين، تفصيل أيضاً بين الدين وبين العلم، والفصل الآخر وهو الأخطر وهو الفصل بين الدين والأخلاق، أو ما يسميه الأستاذ طه عبد الرحمن أيضاً في أحد عناوينه بفصل الدين عن ذاته، أو بأن هذا الفصل هو أخت للعلمانية. من له الحق في وضع المعيار الأول الذي يحدد مقبولية ومعنى الوجود الإنساني ككل؟ لا يمكن أن نحصر فقط هذا الجانب في المجال الديني لسبب بسيط، وهو أنك أولاً كفيلسوف هل تستطيع أن تقنع غير المؤمنين بهذه الفكرة؟ والقول الفلسفي هو قول كوني شئنا أم أبينا. أعتقد أن مشكلة الأستاذ طه عبد الرحمن في هذه النقطة هو أنه بدلاً من أن يجيب عن هذا السؤال فهو يحاول أن يعيد صياغة معنى كونية القول الفلسفي. طه عبد الرحمن مع الاتجاه الذي يرى الوصل ما بين الأخلاق والدين، هناك أسماء أخرى سواء هنا في المنطقة أو في الساحة الأوروبية مثلاً ترى بأنه لا لسنا مضطرين أن نتبنى الوصل، ممكن أن نتبنى الفصل وندافع عن الأخلاق. مثال بسيط جداً أن هناك فلاسفة فرنسيين من المرجعية الإلحادية ويدافعون عن الأخلاق، فيلسوف أندري كونسبون في مثلاً وفيلسوف ملحد أتي، ومع ذلك أسس ألف كتاباً يدافع يطالب بتخليق الرأسمالية مع أنه ملحد. بالتالي لا يمكن أن نغير من البشرية على أنه يجب بالضرورة تبني شعار وصل بين الأخلاق والدين. هذا خطابنا كمسلمين أو كمتدينين. في سبيل نقد فصل الأخلاق عن الدين أو ما أسماه طه عبد الرحمن بالدهرانية، أشعل في فصول كتابه عدة جبهات خلقت له مخالفين كثراً. وكانت الجبهة الأولى ضد العقلانيين أو المفكرين والفلاسفة الذين يمجدون العقل ويتكلون عليه في تفسير الأشياء، وقد تجلى ذلك في قوله إن العقل ليس ذاتا مدركة، وإن الطريق الوحيد لضمان عدم انتكاسته هو ربطه بجوهر الممارسات الدينية. معلوم أن الدهرانية كالعلماني يمجد العقل غاية التمجيد، واضعا كامل ثقته فيه حتى لو أخطأ في تدبيره، يقيناً منه بأنه يكشف خطأه من نفسه، حتى أنه لا شيء في نظره يحق أن نعتبره عصياً بصفة جذرية على العقل الإنساني. ولذلك
فإن فيه غناء عن أي معرفة تأتي من خارجه، ولا شك أن هذا الاعتقاد بقدرة العقل على رسوخه في النفوس فيه من الاغترار بقدر ما فيه من الغلو. والعقلانية التجريدية هي المنقطعة أيضاً عن الغيب، والمنقطعة عن الوحي، والمنقطعة عن الأخلاق. هذه العقلانية التجريبية تقوم على أساس أن العقل هو ذات وهو جوهر، ويمكن من خلاله تجريد كل الظواهر الموجودة في العالم. الأستاذ طه عبد الرحمن يعترض بقوة على هذا التصور النظري للعقل، ويقول بأن العقل ليس جوهر وليس ذاتا، بل هو فعالية من الفعاليات مثل السمع ومثل البصر وغيرها من الفعاليات المزود بها الإنسان. طبعا الفلسفة لا يمكنها الاستغناء عن العقل، كما العلم كما الدين. وهو ينتقد الغرب بأنه غالى في الافتتان بالعقل، ويستخدم المصطلح يعني مفتتن منبهر، وينتقد هذا الانبهار. لكن في الدفاع عن الدين نحن ماذا نستخدم؟ اللاوعي أم الوعي؟ اللاعقل أم العقل؟ ونحن اليوم وللأسف لسنا بصدد التمزيق، تمزيق الإنسان، تمزيق كيانه بين عقل وإيمان. العقل والإيمان يشكلان حيزا كبيرا من وعينا، فلماذا لا أفتتن بالعقل كما لماذا لا أفتتن بالإيمان إن كنت مؤمنة؟ إزاحة الدين جعل الأخلاق تتأسس على العقل، وهذا تأسيس الأخلاق على العقل جعل الأخلاق نفسها تؤطر العلاقات بين الأفراد، ولا يدخل عنصر ثالث في هذا الموضوع. أي العلاقة هي أفقية، ليس هناك علاقة عمودية، أي وجود الإله الذي يقرر مبادئ فطرية أو مبادئ أو أحكام تنظم العلاقات بين الأفراد، وهناك جزاء وهناك حساب. طه عبد الرحمن يتحدث عن هذه المفاهيم، يقول بأن الأخلاق لا يمكن أن تقاس بذاتها وإنما بغيرها، أي كيف ينظر الآخر إلى هذا النمط من العلاقات المتأسس على الأخلاق. في كتاب بؤس الدهرانية كان للفلسفة العربية الحديثة نصيبها من النقد أيضاً، وتمثل ذلك باتهام قسم كبير من الفلاسفة العرب المعاصرين بأنهم مقلدون، انبهروا بالحداثة الغربية وحاولوا تطبيق كل ما عقلوه منها في المجتمعات العربية. وقد فتح هذا الباب الذي شرعه طه عبد الرحمن في كتابه المجال للعديد من المفكرين والفلاسفة العرب للرد على عبد الرحمن وتفنيد ما جاء به من أفكار في كتابه. أما متفلسفة هذا العصر من المسلمين فلم يتكلفوا حتى عناء التوفيق بين الفلسفة الغربية والإسلام، بل أخذوا يتلقفون قضاياها تلقفاً أشبه باللقم منه بالتلقي، ويقلدون مفكريها التقليد الأعمى، لا يبالون إن جاءهم هذا التقليد بما يزيدهم عجزاً عن التفلسف، ظنين أنهم يحسنون بأنفسهم صنعاً. فهؤلاء أبعد ما يكون من المتقدمين عن الفلسفة الإسلامية، فلا هم قادرون على التصرف فيما يتلقفون، وبالأحرى هم لا يطيقون أن يتصوروا خلاف ما يقلدون. لماذا طه عبد الرحمن له هذا السخط على الحداثيين؟ كتاب روح الحداثة يجيب على هذا السؤال، لأنه كان يميز بين واقع الحداثة وروح الحداثة، وهو كان يعتبر أن روح الإسلام، روح الثقافة الإسلامية والدين الإسلامي أقرب إلى المبادئ العليا للفكر الحديث، وبالتالي هذه الحداثيين الآن الذين يقيمون الدنيا ولا يقيدونها في نظره دعوة إلى الحداثة، فهم يعرضون عما لديهم في روح دينهم الإسلامي من مبادئ عليا يمكن توظيفها. نقاط عبد الرحمن من الحداثيين يعتبرون أنه يزج بالفلسفة المعاصرة وبالفكر المعاصر في العالم العربي
في دوائر ضيقة هي دوائر التقليد. في الواقع عندما يتحدث المقلدين أو المقلدة كما يسميهم، ربما هو مش ربما متأكد أنه يقصد مجموعة من الفلاسفة والباحثين المفكرين هنا في المنطقة العربية، ولو أنه لا يذكر أسماءهم. وهذا رأيي الشخصي، ولكن لا يمكن أن نحكم على جميع الإنتاج الفلسفي العربي الإسلامي في هذا القرن مثلا بأنه كله إنتاج مقلد صح التعبير. وفي رأيي المتواضع طه كرجل يشتغل في الفلسفة والمنطق والأخلاق، لا يليق به أن يتورط في توزيع الأحكام بشكل عام على واقع الفلسفة العربية الإسلامية بأن كلها فلسفة مقلدة وأنه هو الوحيد الذي يشتهر. أقام طه عبد الرحمن مقابلة ما بين الفلسفة التي يقترحها والفلسفة الأخلاقية التي قدمها بعض الفلاسفة مثل كانت وجان جاك روسو ودوركايم ولوك فيري، وقدم طرحاً نقدياً لأطروحاتهم حول الدين والأخلاق. وجدت بعض أفكار إيمانويل كانت في الأخلاق تطبيقاً في مجال التربية مع عالم الاجتماع الفرنسي إيميل دوركايم بعد أن أعاد صياغتها في قالب علمي. فلقد تعاطت الجمهورية الثالثة الفرنسية إقامة تعليم دهري للأخلاق بهدف الفصل بين الكنيسة والمدرسة، فأقرت تلقين التلاميذ في المدارس الابتدائية العمومية ما سمي بالأخلاق الدهرية، وسنت لذلك قوانين مدرسية محددة، ووضعت برامج تعليمية مفصلة في فترة توجت بصدور قانون الفصل بين الدولة والكنيسة. يرى روسو أن القانون الإلهي الذي يتضمنه الدين الطبيعي قانون أخلاقي صريح، وأنه مبثوث في القلب، ويرى أن ضمير الإنسان هو الذي يرشده إلى هذا القانون، متمتعاً بعصمة لا يتمتع بها العقل. فقد يخطئ العقل لكن الضمير لا يخطئ، وهذا يعني أن روسو يقرن الدين الطبيعي بأخلاق الباطن، إذ لا يؤمن روسو بملك مكرم ولا نبي مرسل ولا كتاب منزل. كما يذهب روسو إلى أن الدين العمومي هو نتاج المؤسسات البشرية التي طغت على الواجبات الدينية الحقيقية، وهي أصلاً واجبات أخلاقية. طبعاً اختيار كان روسو أو إيمانويل كانت أو إيميل دوركايم أو لوك فيري هو عن ذكاء وعن حذاقة فعلاً، وكما يقال في اللبناني الدارج ضربة معلم. لماذا؟ لأنه كانت يمثل ذروة في التفكير العقلاني وفي إنتاج العقل المحض ونقد هذا العقل المحض وكيفية التطور من خلال هذا النقد، وهو يشكل قمة وهو يشكل مفصلا في الغرب، يعني لا يمكن لأحد أن يتجاهل كونت. وفي تفكيره حول العقل العملي وحول الأخلاق أيضا كونت يشكل ذروة، وأن تضرب كونت ليس بالأمر الهين. جون جاك روسو فكرته واضحة عندما دعا إلى العودة إلى الفطرة، ما يسميه دين الفطرة. وبالتالي هذا دين الفطرة ليس هو دين طقوس، ليس هو الدين المؤسساتي، وإنما هو دين يوجد في الطبيعة الإنسانية والعقل يرشدنا إليه. عادي أن الأستاذ طه سيرفض هذه الفكرة التي قدمها روسو، ولا يريد أن يحصر الدين فيما هو فطري، لهذا يعيد صياغة مفهوم الفطرة ويعيد بناءها على طريقته اللغوية المعروفة. ولوك فيري بما يتحدث عن الإنسان والأنسنة وجعل الإنسان هو القيمة المقدسة هو المقدس، أيضا حاول أن يضرب هذه النماذج الأربعة لكي يقدم نموذجا ائتمانيا آخر يفي الإسلام حقه ويجعله هو النموذج الذي يجب أن يحتذى، وليس هذه النماذج الأربعة التي غالباً ما ينبهر بها المفكرون المسلمون اليوم. مهمة الفيلسوف التي تصدى لها طه عبد الرحمن في كتابه بؤس الدهرانية للخروج بطرح أخلاقي ديني معاصر
وهجومه على كافة المعاصرين من الفلاسفة العرب جعل استقبال الكتاب في الأوساط الفلسفية والنخبوية متفاوتاً، فبعضهم رأى فيه تجديداً وتجريحاً لواقع فلسفي عربي بحاجة لمثل هذا الطرح، وبعضهم رأى فيه هجوماً حاداً على كل من يخالفه في الرأي، ورأوا أن ما قدمه عبد الرحمن في كتابه إنما هو طرح إسلامي صوفي لا يرقى لأن يكون فلسفة كونية يصح تعميمها. وعلى الرغم من الجدل الكبير الذي أحدثه الكتاب، إلا أنه استطاع أن يحتل مكانة مهمة في المكتبة الفلسفية العربية، فمنذ صدوره عام 2014 حتى يومنا هذا ما يزال الكتاب يحظى بمراجعات عديدة ويزداد انتشاراً بين أوساط المثقفين. أنا أعتقد بأن الأستاذ طه عبد الرحمن يقدم مشروعاً فلسفياً عميقاً وفيه مجهود بحثي وتأملي كبير، وينطلق من خلفية نقدية قوية جداً، فيه اشتباك، فيه حدة في مناقشة الأفكار ولكن والدعاوى، ولكن بناء على الأدلة. الجدل الذي أثاره كتاب أسطرانية ربما في وجهة نظري متواضعة إحدى أسبابه أنه طه كان حادا في نقده في التعامل مع الفاعلين الظهرانيين كما سماهم، لا أقصد الفاعلين الذين يفصلون الدين عن الأخلاق، خاصة الأوروبيين وحتى العرب والمسلمين. والنقطة الثانية أنه في حدته النقدية قام بتغييب مجموعة من الأعمال النقدية التي انتقدت الظهرانية من داخل المجال الغربي وحتى المجال العربي، ولكن لا يذكرها. يعني طه عبد الرحمن شئنا أم كرهنا فهو ينتمي إلى المدرسة الإسلامية، طبعا هو له زاوية نظره داخل هذه الزاوية داخل هذه المدرسة التي ترى بأن الإسلام كدين كفلسفة كنظام هذا هو المخرج، هذا هو المخرج، دعك عن طريقة الصياغة والموضوعات، فهذا الفكرة العامة. فإذا من هذه الزاوية سيجد نفسه في خصومة مع مفكرين لهم تموقع أيديولوجي مختلف، يرون بأن المخرج هو في العلمانية وفي فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن الأخلاق بشكل عام. هذا الكتاب حمل أوجه كما يقال، وهو طبعا يستدعي الكثير من القراءات المتأنية للرد عليه، لأنه في خطورة معينة بهذا الكتاب قد يساء فهمه من قبل المدافعين عن الإسلام ومن قبل المدافعين عن الحداثة. لذلك إن كنت مدافعا عن الإسلام ستجد لديك مادة للنقد، وإن كنت مدافعا عن الحداثة والحداثويين ستجد أيضا مادة خصبة جدا للنقد. ما من سبيل إلى دفع الآفات المجتمعية والعثرات التاريخية إلا بإنشاء إنسان جديد ينبذ التقليد نبذا كليا، فهذا الإنسان وحده الذي يكون قد تعاطى مناضلة نفسه حتى استرجع فطرته الأولى واستعد لتحمل الأمانة الكبرى. فالأمل معقود على هذا الإنسان المجدد في قيام مجتمع يستبدل بآفات الاجتماع آيات مبهرات، وفي تحقق تاريخ يستبدل بعثرات التاريخ ثورات مبصرات.